من قال إن شرط اشتعال الحرب النووية هو القنابل والصواريخ النووية؟ هذا الشرط لم يعد شرطاً بعد ظهور محطة زاباروجيا النووية التي ينظر إليها العالم بأعين مرتعبة. هذه المحطة الواقعة في أوكرانيا وسيطرت عليها روسيا منذ أشهر هي الأكبر في أوروبا، والأخطر أنها تتعرض للقصف الذي تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأنه. لتوضيح مدى الخطورة، فإن أي ضرر محتمل قد يلحق بمحطة زاباروجيا وأي منشآت نووية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى كارثة لا في المناطق المجاورة فحسب، بل في الإقليم كله، وهي كارثة نووية يصعب تخيل حجمها حسب ما قالت الأمم المتحدة. ننتقل الآن إلى بعض التعليقات التي وردت على القصف المستمر للمحطة النووية الأكبر في أوروبا، ونبدأ من داود الذي قال: مهاجمة محطة زاباروجيا النووية بغض النظر عن المهاجم هو الوصول إلى الحلقة الأخيرة للعالم. تغريدة لعبد الحق يقول فيها: لن يحصل شيء، لأن هذه المفاعلات تتميز بخزانات مياه ضخمة، في حالات الخطر تغرق المفاعل أو تغرق المفاعل والمحطة بالماء. هذه المفاعلات لم تعد قديمة التصميم مثل تشيرنوبل. أما محمد فخالف الرأي وقال في هذه التغريدة: المحطة تحتوي على مفاعل قديم سوفيتي وشروط السلامة به منخفضة. أخيرا مع رؤى التي حللت الموقف وقالت: التسرب النووي في زاباروجيا كارثة تفوق تشيرنوبل، لو انفجر المفاعل كالقنبلة لقضي الأمر مثل هيروشيما، لكن استهداف قلب مفاعل هو احتراق الوقود، مما يعطي إشاعات نووية قاتلة أو إشعاعات نووية قاتلة تنتقل لمسافات بعيدة جدا. لنتحدث أكثر عن هذا الموضوع معنا من القاهرة الخبير في شؤون الطاقة النووية دكتور علي عبد النبي. أهلا وسهلا بك دكتور علي في منصات. بداية، ما رأيك فيما قالته الأمم المتحدة عن خشيتها من كارثة نووية في محطة زاباروجيا؟ هل نحن فعلا على أعتاب كارثة؟ يعني ممكن يحصل كارثة في حالات، يعني لأن الوقود النووي في محطة موجود في ثلاث أماكن. موجود في وقود نووي جديد لم يستخدم بعد، وده بيبقى موجود في أماكن يعني محطوط في مكان يعني عادي يعني، لكن هنا في وقود نووي داخل المفاعل اللي هو بيستخدم للتشغيل المفاعل، وده وزنه حوالي 80 أو 90 طن، بين 80 ل 90 طن. أنت عندك 6 مفاعلات، يبقى أنا عندي 90 طن في كل مفاعل، يبقى كمية كبيرة جدا من الوقود. بعدين في وقود مستنفذ اللي هو كان اشتغل قبل كده في المفاعل ثم خرج من المفاعل، ده بيتحط في أحواض مائية. الوقود المستنفذ ده المفروض التبريد عليه مستمر، التبريد عليه مستمر. لو الوقود ده التبريد انقطع عنه هيحصل زي ما حصل في فوكوشيما في 2011 بالظبط، هيحصل انفجار للهيدروجين ويبقى فيه مواد نووية تخرج بره عن المكان الموقع، وممكن تنتشر في الأماكن اللي حواليها ممكن لغاية 20 كيلومتر وأكتر. الوقود المستنفذ ده المفروض التبريد يستمر عليه. طيب الوقود اللي داخل المفاعل اللي هو بيشغل المفاعل، هذا الوقود لو المفاعل توقف المفروض يومين أو ثلاث أيام بكتير، والوقود ده يفضل يتبرد يومين أو ثلاث أيام، وبعدين ممكن نوقف التبريد عنه، وبعدين الوقود ده ممكن ما يبقاش ليه ضرر. لكن إمتى الضرر؟ والوقود أثناء التشغيل لو إحنا وقفنا عنه. بالحديث عن الضرر دكتور، يعني هناك من أشار في التغريدات أن تسرب إشعاعات نووية أخطر من الانفجار النووي، هل ذلك صحيح وما الفرق بينهما؟ لا، التسرب الإشعاعي زي اللي موجود حصل في تشيرنوبل، يعني أقصى تسرب إشعاعي حصل في تشيرنوبل في 86. هذا التسرب لا يصل إلى قنبلة نووية أبدا، لأن المفاعل لا ينفجر، لكن القنبلة النووية بتنفجر.
اللي بيحصل في المفاعل ان قلب المفاعل الوقود النووي اللي جوه المفاعل ينصهر، ولما ينصهر ينتج عنه الهيدروجين. الهيدروجين ده لما يتجمع وبعدين يجد اكسجين ينفجر، يشتعل وينفجر، ويتطاير المواد المشعة مع الانفجار، ممكن تؤدي الى يعني الانتشار في اماكن المحيطه بالمحطه، ويعني النتائج تبقى بسيطه. يعني في تشيرنوبيل كان 53 واحد اللي هم توفوا من الاشعاع، ما فيش اكتر من كده. لكن لما نشوف انفجار نووي، قنبله نوويه في هيروشيما كان حوالي 80,000 واحد، في ناجازاكي كان حوالي 140,000 واحد. في فرق بين الانفجار النووي وانصهار قلب المفاعل لمحطه نوويه لتوليد الكهرباء، فرق شاسع. يعني احنا هي المشكله بقى في ايه؟ الانتشار ده بيعتمد، انتشار المواد المشعه نتيجه الانفجار الهيدروجين اللي موجود في المفاعل بيعتمد على سرعه واتجاه الريح. يعني كان في فوكوشيما سرعه الريح واتجاهها كان في اتجاه المحيط، وعشان كده المنطقه ما تلوثتش، راحت كلها في الميه في المحيط. لكن لو سرعه واتجاه الريح تبقى سرعه جديده واتجاه الريح في اتجاه الدول الاوروبيه، ممكن المواد المشعه تصل الى دول اوروبا على حسب اتجاه وشده الرياح ساعه الانفجار الهيدروجين. لان يعني كان هناك أيضا جدل عبر رواد السوشيال ميديا حول مدى حداثة تصاميم السلامة العامة في هذه المحطة، بين من قال أنها مطورة ومستعدة للطوارئ، وبين آخرين قالوا بأنها قديمة من أيام السوفييت، ووقوع انفجار فيها سيؤدي إلى كارثة أكبر من تشيرنوبيل. من الأصح بين الرأيين برأيك؟ لا، هو المفاعلات دي مفاعلات من الجيل الثالث، روسية الصنع، VVR 1000، يعني القدرة بتاعتها كل محطة 1000 ميجا وات. المفاعلات دي من الجيل الثالث، مفاعلات متطورة. المفاعلات دي كل مفاعل 6 وحدات، كل مفاعل داخل وعاء احتواء، وعاء الاحتواء ده يتحمل سقوط طيارة، ويتحمل القذائف، ويتحمل الفيضانات، ويتحمل السونامي والحاجات دي كلها. لكن المشكلة في ايه؟ المشكلة تتركز في التبريد. لو انا منعت التبريد عن الوقود، طب عشان كده المحطه وهي شغاله بتضخ كهرباء في الشبكه الخارجيه. طب لما المحطه تتوقف عن العمل نتيجه لاي سبب، نتيجه الحرب مثلا، يعني لو في حرب او في تبادل اطلاق نار حوالين المحطه هتقف، هنوقفها. طيب التبريد هيجي منين؟ التبريد للوقود النووي هيجي من الشبكة الخارجية، يعني ياخدوا كهرباء من الشبكة الخارجية. طب لا قدر الله الشبكة الخارجية اتدمرت، حصل لها تدمير زي ما حصل في فوكوشيما، يبقى في ديازل. الديازل دي تستطيع ان هي تقوم بعملية التبريد، تمد طاقة لأجهزة التبريد وأنظمة التبريد. لو الديازل حصل لها ان هي اتدمرت، هي هتبقى الكارثة بقى. يعني الشبكة الخارجية تتدمر، ثم الديازل الطوارئ تتدمر، يبقى هنا الكارثة، لأن الوقود مش هيلاقي تبريد، وبالتالي هيطلع الهيدروجين وينفجر ويحصل زي ما حصل في فوكوشيما في 2011. طيب محطة زاباروجيا تعتبر أكبر محطة نووية بأوروبا، إلى أي مدى يمكن أن يصل تأثير أي كارثة ممكن أن تقع فيها بسبب القصف؟ طيب احنا هو بيعتمد على شدة القصف. يعني انا لو قذفت المستودعات اللي هي الموجود فيها الوقود المستنفذ، اللي هي احواض التبريد، لان الوقود المستنفذ بيقعد في حوض في مية لمدة 10 سنين. لو انا قذفت المستودعات دي، قذفتها بصواريخ شديدة الانفجار، فيعتمد على شدة الانفجار الناتج من الصاروخ أو من القذيفة، وبالتالي نواتج الانفجار هتنتشر في الجو وتعلو إلى طبقات الجو ممكن، وبالتالي المواد المشعة تبقى مع نواتج الانفجار المقذوف سواء صاروخ أو مقذوف عادي. يعني فهي اعتمد على شدة الانفجار اللي جاي من المقذوف أو من الصاروخ،
وساعتها يعتمد برضو على شدة الرياح واتجاه الرياح، ممكن المواد المشعة تنتشر في مناطق شاسعة من أوروبا لو كانت الرياح شديدة. نعم. واتجاهها في اتجاه الدول الأوروبية هيبقى فيها خطورة على الإنسان وعلى الحيوان. نعم. وعلى الزراعة وعلى المياه الشرب، يعني إن شاء الله ربنا ما يجيبها يعني إن شاء الله. من القاهرة الخبير في شؤون الطاقة النووية دكتور علي عبد النبي، شكرا لك.